قشطة. ايه انت بتسهروا بالليل وبتناموا بالنهار؟ هنعمل ايه؟ مش لازم نحرسكم ونخلي بالنا منكم؟ شغلنا كده. حقا تمام زي البوليس. بوليس؟ ايه مالا بتعمل كده ليه؟ اصل ابن حميدو ما يقدرش يسمع كلمة البوليس دي ابدا. ليه ابن حميدو؟ اصل احنا بصراحة تجار مخدرات. يا خبر اسود، تجار مخدرات؟ ايوه، اكبر اتنين مهربين في السويس احنا. يا ولاد الايه، ولا باين عليكم. ما هي دي الحداقه. اعملوا معروف انا بخاف من الحاجات دي قوي. اوعوا تعملوا حاجه لحسن ابلغ عنكم البوليس. بوليس؟ ما قلنا بلاش سيره البوليس دي. معلش يا ابن حميد. ايوه سيبونا من السيره دي، قومي بيها ننزل البحر. احسن فكره. وانتوا تنزلوا معانا. ايوه بس انا معرفش اعوم. اعلمك. وما عندناش مايوهات. نجيب لكم. تجار مخدرات، الله يخرب بيتك. امال عايزني اقول لهم ايه يعني؟ بنشتغل في الفونتانا؟ والله انا خايف يكونوا شكوا فينا. امال انا قلت لهم احنا ليه مهربين؟ علشان لو كانوا شافوك لما رحت ورا لتانيا امبارح اشيل عنهم فكره البوليس دي خالص. خد البسه بسرعه. انا مش مستريح ابدا للجماعه دول. مفيش ابدا مهرب يقول على نفسه مهرب لناس ما يعرفهمش. كمان ابتديت اتناقش، دول مش شكل صيادين ابدا. دلوقتي نتاكد من كل حاجه، بس خليهم معاكم في البحر على قد ما تقدروا. يلا شوفوا شغلكم. ابن حميدو. مباحث المباحث. الله يرحمه. قبل ما يرحمنا نخلص عليهم. بلاش كلام فارغ، البوليس ضروري عارف انهم معانا هنا، ومش بعيد يكون في حد غيرهم بيراقبنا. لو قتلناهم هيعلقونا كلنا في المشنقه. امال هنعمل ايه؟ نهرب ونلف بجلدنا. نهرب ازاي؟ احنا دافعين 5000 جنيه امبارح والبضاعه مش هنستلمها الا بكره. نضيع عشان العمر كله بشربه ميه ونرجع للفقر من تاني؟ هم النسانة ما يقفشونا وناخد 25 سنه؟ هم مش ممكن يقبضوا علينا الا بعد ما نستلم البضاعه. هيقبضوا علينا من غيرها ليه؟ يتهمونا بايه؟ اسمع، رجعها مطرحها زي ما كانت تمام، وانت افضل هنا راقب له الطريق، وانا هدخل عليهم بطريقه ثانيه. استنيني في الخيمه انت ومريض. فريد تعالي. ايه مالك؟ سلامتك. اصل ما بيعرفش يعوم وشرب ميه كتير من البحر. طب تعالى استريح، انا حتى عايز اتكلم معاكوا في حكايه. خير؟ تعالى استريحوا الاول. اهلا وسهلا حمام العافيه. الله يعافيك خوفيا. بقى صلوا بينا على النبي. اللهم صل عليه. وهلا هلا على الجد. والجد هلا هلا عليه. ده تانية قالت لي انكم بتوع حشيش. ونعم الاخلاق الكريمه. وانا كمان بتاع حشيش. ونعم السجايا القويمه. والايد لوحدها ما تسقفش. قفش. ويا بخت من نفع واستنفع. انفع. بس احب اتاكد الاول. اكد. تعرف في اصناف الحشيش؟ ايه اللي ما اعرفش كويسه دي؟ طب ايه اخر اصناف نزلت السوق؟ اقول لك يا سيدي،
في صنف اسمه موعد مع السعادة، لكن ايه؟ ملبن، حاجة على كيفك قوي. وفي صنف تاني ممشيش عندنا، سوق واقف خالص. اسمه ايه؟ جمعية المنتفعين. حلو قوي، لا ابن كار صحيح. ده تانية كانت قالت لي ان نقط الحدود عارفينكم ومش بيفتشوكم، وانا عندي شوية كوكايين عاوزكم توصلوهم لغاية مصر. تاخدوا مني كام؟ احنا مش بتوع فلوس، احنا ناخد 10%. لا 10% كتير. احنا هنفصل مش عاوزين. ما يبقاش طبعك حامي كده. خلاص 10%. البضاعة هتكون جاهزة يوم الخميس الساعة 4 بعد الظهر. وهتسلموها لنا فين؟ لا يا حادق، واحدة واحدة، كل شيء هتعرفه في اوانه. اما اروح انا اوضب شغلي. شايف حدائق محسوبك؟ اهم طب يا عم زي الجرادل. انا كان لازم يرقوني لوا. لوا. يلا بقى لعبة، الساعة بقت 11. طيب يا بنت، اما اشرب فنجان القهوة. يسيب الشغل اللي في ايده ويجيبه معاه. اهم فايق حسن عندهم ولا عايزنا اتجوز غيابي؟ حاضر. وما تنساش تجيب الشربات، فاهم؟ حاضر. وابن حميدو قبل الشربات، فاهم؟ حاضر. انت مش قلت انك هتسلم لنا البضاعة الساعة 4؟ ايوه. طب دلوقتي الساعة 11. البضاعة وصلتنا بدري، ايه اللي يخليني استنى للساعة 4؟ الشغلانة دي تحب السرعة. انا هروح معاهم وقبل المغرب هكون رجعت للفلوس. جود لك. يلا بينا. يلا بينا. فين؟ مع السلامة. يلا حسن اطلع يا ابن حميد. يلا اطلع. الله خليك. تخبي لك الصندوق حاجة احسن. تخبي مين يا عم، احنا شغلنا على المكشوف. اطلع اطلع خليه على الله. صندوق ده فيه ايه؟ سمك. ايه؟ عاوز تفتشه كمان؟ اتفضل فتش. والله عال ما تفتشني احسن. كمون؟ كمون ازاي؟ امال كنت عاوز يبقى فيها ايه؟ كمون علشان السمك المقلي. في مانع؟ اقدر اطلع شاويش؟ فضل. تشاو. ايه يا حسن؟ طلع استنتاجك مظبوط؟ ايوه يا فندم. من ساعة ما لقيت الجواب متطبق عرفت انهم فتشوا هدومنا واحنا بنعوم، وعرفوا اننا بوليس. وحكاية النهارده برضه زي ما بلغتنا ان قصدهم يبعدوكم عن عملية التهريب الاصلية؟ مفيش تفسير غير كده يا فندم، وانا متأكد ان بقية العصابة بيستعدوا دلوقتي لاستلام البضاعة وتهريبها. انا معتمد على الله عليكم يا حسن. انما المهم لحد دلوقتي لسه ما عرفناش بطن الزير دي تبقى فين. على العموم هتلاقي القوة في انتظارك في المكان اللي اتفقنا عليه. مع السلامة. ألف مبروك يا عريسنا. الله يبارك فيك يا أستاذ. والله أنا لو كنت بعرف أزغرك كنت زغرت لك أنا.
عدوا المعسكر. انا كنت متاكد. وفكرك راحوا فين؟ الخيام مهدوده، ولا في اثر لا الحسن ولا ابن حميده ولا اي انسان قد يكون. يخرب بيتي، راحوا فين؟ يكونوش الخواجات اتلموا عليكم؟ ما تخلصونا احنا بقى. ده ايه ده؟ يخلصوكوا يعني ايه؟ يعني اروح ضحيه انا مفيش جواز؟ ايه النحس اللي راكبني ده يا اخواتي؟ فكوا عقدتي يا رب. حظك كده يا حميده. هنعمل ايه المعدين اللي جايين بالليل؟ نكتب كتاب على الحساب وخلاص. مش ممكن بنات يخشوا الا مع بعض. انا قلت كلمه وكلمتي ما تنزلش الارض ابدا. حنفي. مفيش حنفي. انا قلت نكتب كتاب عزيزه، يعني نكتب كتاب عزيزه. حنفي. خلاص تنزل المره دي، انما اعمل حسابك المره الجايه مش ممكن تنزل ابدا. اربعه ميعاد استلام البضاعه ومحدش منهم جه. وايه الفايده؟ عارفين الساعه ومش عارفين الحته اللي هيسلموا فيها البضاعه. بس لو نعرف ايه قصدهم من بطن الزير. ما تفكر معايا يا ابن حميد. انا اعرف بس ادي زير وادي غطاء. مش كنا يا ابني قبضنا على الباز وعرفنا منه كل حاجه؟ الباز ما يعرفش، ده سأل ثانية قدامي ما رضيتش تقول له. اما انا مغفل صحيح، بطن الزير يبقى فيها ايه؟ اه صحيح، بطن الزير يبقى فيها ايه؟ يبقى فيها ميه طبعا. وافرض فيها ميه؟ يبقى احنا غلطانين انه بندور في الجبل، لازم ندور في البحر. ابدا، ميه الزير ميه حلوه والبحر ميته مالحه. شوف لك بطن تانيه. انا متاكد ان فكرتي صح. الجماعه دول كانوا جايبين معاهم ادوات صيد وغطس، لازم بيستعملوها عشان يجيبوا البضاعه من تحت البحر. معاك. يبقى برضه معرفناش فين بطن الزير. لازم تكون قريبه من هنا. ايه اللي يخليهم دايما يعسكروا في الحتات دي؟ عشان يكونوا جنب شغلهم. ورين هم يا حميدو. بطن زير يا حميدو، يلا بينا. ايوه مش نبلغ الاول؟ اول مفيش وقت، قبل ما نبلغ الاول يكونوا مشوا. كتر خيرك يا رب. يا رب.
تهرب بقى ان كنت راجل. فين الولاد بتوعنا؟ مش عارفه، لازم احد ان هو كمان هنا. حسن ثالث رصاصه، اربعه بدل ما رصاصتين ومسدسك يفضح. انا برضو بقول مش ممكن بناتي يخشوا الا مع بعض. يعني ايه؟ عايز تمشي كلامك علينا؟ اكتب كتاب عزيز يا شيخ احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. حميدة عزيزة، يا صلاة النبي احسن. ميدو زوجي. هو ده. اتفضل معايا. مين؟ انا؟ يا مستي مودينا راجل على فين؟ على السجن. تسمح لي يا ريس حنفي اطلب منك ايد عزيزه. يلا يا عم الشيخ احمد اكتب كتاب حميده على حميده وعزيزه على حسن. ازاي حسن هيكتب كتابه على عزيزه من غير ما يقرا فتحتها؟ انا قلت اكتب كتاب الاثنين، يعني يكتب كتاب الاثنين. وانا قلت يا حميده وبس، يا مفيش جواب. يا ولية اسمعي الكلام، انا راجل وعمر كلمتي ما تنزل الارض ابدا. حنفي مفيش حنفي.